مشاركي اسمه مشاركي بتشاري. الله محييك والله. اسمك كريم؟ نور سويدات. على راسي يا سيدي. طيب استنوني استنوني أدروح. خيو إذا سألتك سؤال، أنت معلوماتك الدينية بالقرآن أكثر بالحديث أكثر؟ الدينية كل شيء. طيب بدي أسألك سؤال. لا لا، كم عدد سورة من كم عدد سور القرآن الكريم؟ كم سورة في القرآن الكريم؟ عم تصور؟ لا لا تنقل بدي يتعلم. 14. كم سورة؟ ما حسن. 114 114 سورة. متأكد؟ جواب نهائي. يلا أخي تفضل، هاي بتربح معنا جائزة. وين عم وين راح الجوائز؟ وين الجوائز يا عمي؟ تفضل يا أخي، هاي جائزة مقدمة للبيت السوري بقيمة 15% تخفيضات بمسل رمضان، وإن شاء الله الله يتقبل يا رب. على راسك. السلام عليكم عم. والله يا عمي أسئلة دينية. تفضل نحكي. استنونا يا شباب. ايه عمي شلون صحتك؟ طمنا عنك ان شاء الله بخير. رمضان كويس ان شاء الله معك مرتاح. الله يمدك بالعافيه يا رب. عمي كم جزء في القران الكريم؟ 30 جزء. ربح العام على السريع. الله يرزقك يا عم. مو زياده كثير يعني، عارفين يعني. هلا مثلا اذا سالتك عدد سور القران الكريم، تعرف كم سوره في القران الكريم؟ 114 ايه. 114 ايه سورة. سورة ايه 114 الصور قصدك. سور القرآن الكريم ايه. بدي اضيعك انا. 114 احسنت. بتربح معنا جائزة مقدمة من البيت السوري بقيمة 15% تخفيض على اي شيء بتشتري من عندهم. وصحة والف ان شاء الله، ورمضان مبارك. بتعرفنا عليك؟ خلف خلف على راسي. السلام عليكم. الله يرزقك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كأننا مسابقة رمضان بتشاركوا؟ شارك وشوف. ديني ولا مو سابقة دينية؟ طبعا. شلون معلوماتك؟ يعني ماشي الحال. كتير كتير لا يعني تقل السؤال. السلام عليكم. طيب على هوا. طيب ما هي السورة التي فيها بسملتان؟ يعني فيها بسم الله الرحمن الرحيم تنتين. فيها بسملتين ها؟ يعني في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ضمن الآيات في بسم الله الرحمن الرحيم. يا هاي شات سهلة. سورة الأعلى؟ لا سورة النور. لا خيارات ما عرفت. قاريها بس ما عندي راح. طيب بدي أعطيك خيارات. سورة النور. أيوه. أو سورة النمل أو سورة النحل. نحل. لا انت ضيعوا مو النور يا اخي. النحل. لا يا اخي للاسف سامحنا ما رنا حسين ربحك. بس هي الاجابه هي سوره النمل. وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هي هي وبسم الله الرحمن الرحيم بدايه. هي سوره سليمان. سامحونا يا شباب. سوره النمل اسمها. نعم سوره سليمان. يلا سؤال ثاني. طيب نسالك اذا ما عرفتوا هالمره خلاص صح؟ خلاص عادي اخر شانس. مثل الامه العربيه. إذا المواطن العربي التعبان. عدد أحزاب القرآن الكريم. الحزب الأول حزب عرفتون؟ إيه. الأحزاب. الجزء فيه كم حزب؟ أربعة. وعد. أربعة. ثلاثة. 120. أربعة. 32. قرب قرب قرب. قربت قلت أنت الرقم. 20. قلت الرقم انت. 64 60. لا مو كل جزء. كل جزء حسبه. ايه حسبها انت. تأكدت 60. طيب يلا الله يهنيك. طيب مبروك ان شاء الله. بس اعطيه طريق بس هون. هاي هدية خي مقدمة من البيت السوري بالهنا ان شاء الله. صبوه بالهنا والسلام عليكم. الله يتقبل يا حبيبي. ما تاخذنا المعلومات الدينية انطفش. واحد ان شاء الله برجع. يرجع ان شاء الله. ان شاء الله بنرجع بنتقوى اكثر. الله يرزقكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك يا رب. والله هيك بتربح معنا جائزة مقدمة من سيف مسيك. ضيعت الرعب. بتربح معنا جائزة مقدمة من سيف السوري.
شوف صالح حاول الفنان الله يتقبل يا رب. الله رمضان مبارك. الله محييك يا عم. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان بتشارك فيها أخي؟ بيبقى أنا أخيك مستعجل وشايل. أيوة. إيش رأيك؟ تمام. تشارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو معلوماتك بالقرآن بالحديث؟ إنها أكثر؟ وصل. كله مثل بعض؟ يعني سألتك تعرف هيك أسئلة صعبة لأسئلة سهلة. سهلة. للأخير يعني. ما هي السورة التي لا بسملة فيها؟ ما فيها بسملة. سورة ما بتبلش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مهمة في القرآن. ما أعرف عدي السؤال اللي بعده. ما عرفته؟ طيب السورة اللي فيها بسملتين. بعضيك أسئلة سهلة. عرفتها؟ البقرة فيها بسملتين مرتين بسم الله رح يمسكون فيها. معلش اسأل الوالد. تفضل. تفضل عم. هو بس سؤال بده يستشيرك بما انه جنابك الكبير. عم بقول له ما هي السورة التي لا فيها بسملة أول شيء؟ ما فيها بسملة. السورة اللي ما فيها بسملة تطلع عليك عمو معلش؟ لا لا ربحك لي والد. سورة التوبة التي لا فيها لا يوجد فيها بسملة. أصحاب ال والبسملتين كله نمل. والبسملتين اللي فيهم بسملتين هم سورة النمل. اللهم صل على سيدنا محمد. استفيد الحقه وين هديت سريعة. أعطيك هدية هي أنت مو مع بعض. كل واحد لحال. انت جاوبت على اسم ابوك. رمضان مبارك. الله يتقبل منكم. السلام عليكم. الله يكرمكم. السلام عليكم. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان تشارك فيها؟ سؤال صعب. سؤال سهل بس هلك يا انا بتحسن بس هلك ايش رايك تعرف عليك اول شيء؟ اهلا وسهلا فيك يا رب. كم عدد سور القرآن الكريم؟ كم صفحة ولا كم عدد سورة؟ كم سورة في القرآن الكريم؟ يعني بتعرف كم صفحة مثلاً؟ 365 صفحة. وكم سورة؟ 64. نغير له السؤال. 104 جواب نهائي 114. جواب نهائي يعني ما في تردد. طيب مش تربح جائزة من مقدمة من البيت السوري إن شاء الله. صحة جوائز مو جائزة واحدة. الله يرزقك يا رب. هات لنشوف شو عندك جوائز. هات بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتقبل لك. إيه والله شوف بادرنا بالخير أم بادرنا بالخير. الله يتقبل يا رب ويرزقك يا حبيبي. هاي إن شاء الله في صحيفتك إن شاء الله. الله يرزق عوض عليك حبيبي. السلام عليكم. شوف هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عنا مسابقة رمضان بتشاركوا فيها؟ شو هي المسابقة؟ مسابقة دينية. والله تفضل وجيه. ايش رأيك؟ عندك معلومات بالقرآن، معلومات بالحديث؟ معلوماتي أقدي والله. يعني شو قد عندك مثلا تقريبا هيك؟ بتحب أسألك بالقرآن بتحب أسألك بالحديث؟ خلينا نجرب. طيب. اللهم صلي على سيدنا محمد. عم بصور عم بصور تيك توك. هذا التيك توك اللايف. كم عدد سور القرآن الكريم؟ كم سورة في القرآن الكريم؟ أعطيك خيارات. 114 115 116 سورة. 116. لا 114 115 116 حذف ملك إجازة. 114. أحسن. لذلك يا رب صلت معنا جائزة. جائزة أعطيها لواحد غيرنا. الله يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. عربي. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في عنا جوائز بتربح معنا بمسابقة رمضان. بسألك سؤال ديني وتجاوبني عليه. إذا بعرف. إيش رأيك؟ شو معلوماتك الدينية كويسة؟ الحمد لله رب العالمين. طالما قلت الحمد لله رب العالمين ما تبتعرف. الله
صعب لك سؤال. كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ أنا هقول السيارة مرة. كم حزب في القرآن؟ جزء. جزء. أيوة. بس كم حزب؟ حزب. ستين. كم حزب؟ ستين. أحسن. 60 حزب في القرآن الكريم. وين جائزة؟ هاي يا عمي جائزة تربحها مقدم من بيت سوري بالهنا إن شاء الله وتصفها بالهناء والعافية والشفاء إن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليك. علينا وعليك إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يتقبل. السلام عليكم. الله يسلمك يا رب. شارك؟ بسم الله. اسمك الكريم؟ ماهر. على راسي يا ماهر. ماهر كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة. أحسنت. أحسنت. أسحب له الجائزة. أحسنت. الهنا إن شاء الله. الجائزتك مقدم بيت السوري. الله يهنيك يا رب. والله يتقبل. وأحسنت يعني. معلوماتك كويسة. قوي معلوماتك أكثر. السلام عليكم. تشاركوا بمسابقة رمضان؟ السلام عليكم. شلونك؟ أيوة. كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ 30 حزب. مو جزء، حزب. الجزء هو 30 صح، بس كم حزب؟ 60. أحسنت. بتربح معنا الجائزة. تفضل. بالهنا إن شاء الله. بيت سوري. تاخذ بيت سوري إن شاء الله. بالهنا إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مسابقة رمضان تشارك فيها. سؤال سهل هيك ما بصعب عليك. إيش رأيك؟ ها؟ تفضل تفضل. بس صعبة ترى والله. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ آل عمران. البقرة. البقرة. والله. متأكد؟ البقرة قسما بالله. بس تقول ليش أنا آل عمران؟ ليش جيت آل عمران؟ طيب ماشي. أحسنت. بارك الله فيك. وتربح معنا جائزة من البيت السوري بقيمة 15%. إن شاء الله ألف مبروك والله يتقبل يا رب. ورمضان مبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييك. السلام عليكم. عربي؟ بتشارك في مسابقة رمضان؟ على راسي. بسم الله. اسم الكريم؟ أحمد. على راسي يا أحمد. شو معلوماتك الدينية بالقرآن بالحديث أكثر؟ إنه هو الحديث. هلا بالحديث. بالحديث؟ بسم الله. نصعبه ولا نسهله؟ بدك. طيب رح نسألك سؤال بالحديث الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وينك وينك وينك؟ طب شو يعني كلمة حديث؟ هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو ما نزل على سيدنا محمد يعني رب العالمين. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أو فعله. أو قرره. أو هل هي تعتبر سنة حتى ما فعل؟ هي سنة. أحسن. في حديث هو سنة صحيح؟ أكيد. أحسن. مبارك إن شاء الله. ربحت معنا جائزة مقدمة من البيت السوري. إن شاء الله ألف مبروك. والله يتقبل. ورمضان مبارك. ومعلوماتك حلوة. علينا عليك. حياك الله. حبيت والله. الله يعطيك العافية يا رب. الله يتقبل. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان بتشارك فيها؟ تفضل. شلون أسئلتك أجوبتك الدينية معلوماتك؟ والله أسأل. أسأل. أسألك بالحديث اللي بالشريعة اللي بالاسمه. ما هو الحديث القدسي؟ إيش معنى الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي هو الوارد عن الله سبحانه وتعالى. هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله. نعم. لكن ليس قرآن كريم. هو صح؟ نعم. هو كلام من الله على لكن النبي. على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الحديث القدسي. أحسن. تربح معنا جائزة. بسم الله ما شاء الله عليك. اسم الكريم؟ هاني. هاني. على راسي يا هاني. تفضل يا هاني. تربح معنا جائزة. اللهم صل على سيدنا محمد. من البيت السوري. صحة والف عام وكل عام وانتم بخير. رمضان مبارك. السلام عليكم. شعب شعب تدوروا علينا راح اربحكم باذن الله. السلام عليكم. مرحبا. ان شاء الله رمضان مبارك. مبارك عليكم. صار لنا سنه ندور لك رجال. كيف شلون؟ خيو الجائزه هي لك بس بدك تربح لكم يعني. بس لازم تجاوبي. طيب نسأل أسئلة ما كانت في اللايف المتابعين. كم أجزاء قرآن؟ لا طيب أسأل متابعينا هنين شايفينها بيعرفوها. إيه تروح تصعب عليهم أكثر تكافوهم لهم أعظم من الرقبة. أيوه. كم سورة كم عدد سور القرآن الكريم؟ ما أعرف.
لا اي لا مشى معي. كم عدد سور القران الكريم؟ يعني لو سمعني 114 115 114. احسنت، تربح انت الجائزه وتقاسم انت وياه. الله يتقبل حبيبات. السلام عليكم. السلام عليكم.